في عنا بحكي لك هون before programming، يعني إنه إحنا قبل ما نبلش بالبرمج لازم إنه إيش نعمل قبل البرمجة. قبل البرمجة لازم يكون في عندك بلان، يعني لازم أنت تفكري هيك شوي قبل ما تعملي كود. هلأ إحنا اللي بنشتغله يا صبايا إشي كثير بسيط، إحنا بنعمل كل عملية لحالة، لكن بالبرمجة الفعلية لما بيكون عندك مشروع ممكن يكون السطر، يعني الملف بيحتوي على 1000 سطر يعني عادي. فعشان ما تتلخبط الأمور وانت تحلي المشكلة بطريقة صحيحة لازم تعملي بلان. هاي البلان كيف؟ في طريقتين، يا بتستخدموا طريقة الفلو تشارت يا بتستخدموا طريقة السي دي كود. طبعا هاي البي هون لا تلفوا. الفلو تشارت انك انت تستخدمي رسم بياني، يعني تقعدي ترسمي انا بدي اعمل خطوة 1 2 3 4. سي دي كود انه انت تكتبي ديسكريبشن، يعني كلام، يعني بلغتك تكتبي كلام بلغتك. رح نفرق بيناتهم، يعني انا قبل ما أبرمج لازم أكتب خوارزمية، يعني ممكن بشكل آخر إنه عندي الألغوريثم خوارزمية ممكن تكون نوعين، يا فلو تشارت يا سي دي كود. كيف يعني؟ السي دي كود شو يعني؟ السي دي كود إحنا بنكتبها بلغتنا ناتشرال لانجوج، إحنا بلغتنا، وبنستخدم تعابير رياضية علشان إنه إحنا نحل المشكلة الموجودة عندنا، تمام؟ وبعدين شو بتصيري انت ترقمي كل انستركشن، هذا امر رقم 1، هذا رقم 2 تكتبي، هذا رقم 3، فبتصيري كأنك قاعدة بتكتبي ولا وصفة. كيف لما بنكتب وصفة الطبخ، 1 اضعي ابصر ايش، 2 حطي القليل من كذا، تمام؟ نفس الفكرة. خلينا ناخذ اكزامبل عشان يوضح الامور. يعني مثلا اعطينا مثال، what is the algorithm for solving first degree equation، يعني first degree equation اللي هي ايش، معادلة من الدرجة الاولى. مثلا اول اشي بتحكي له طب اعطيني قيم a و b، اوكي، بعدين بشيك اذا كانت a بتساوي 0، اوكي، معناته ما في معادلة، اوكي، هاي على اساس انه انا كانت عندي المعادلة f x يساوي a على بي. بدنا نكتب خوارزمية تحل هاي المشكلة، اوكي، سوري، هي بي على ايه، هسه بحكي لكم ليش بي على ايه. بدنا نشيك، اوكي، بدنا نشيك اذا كانت ايه بتساوي 0، there is no equation, there is no equation can be solved in the processing. ليش؟ لأنه هون المقام، أنتوا عارفين بالرياضيات إذا كان المقام 0 ما في معادلة، هذا غلط، لأنه ما في، يعني أوكي هلأ 0 على 5 كم تساوي؟ 0، لكن 5 على 0 ما في، ما في جواب إلها غير معرف. فأنت أول إشي بتشيكي على المقام، تحكي أنا بدي أشيك على المقام، إذا كان 0 معناته ما في معادلة، خلاص انتهي وقف البرنامج. طيب إذا كان هذا الشرط غلط بيجي بشيك على قيمة البي، إذا البي 0 خلص الجواب أكيد 0، ليش نقعد نقسم ونتعب حالنا، صح ولا لا؟ طيب طب إذا هذا الشرط ما تحقق الثاني ولا تحقق الشرط الثالث، تيجي بتقولي له أوكي هون معناته احسب بي على إيه، نفترض أنه مثلا كانت 20 على 5 بيطلع الجواب 4، فبتطبعي إيش 4 الجواب. شفتوا كيف منفكر بالتفصيل الممل؟ اذا اول شيء بقول له طب اعطيني قيمه البي والاي، طب شيك على قيمه الاي، اذا كانت هاي 0 خلاص ما في معادله، واذا كانت قيمه البي 0 معناته كل هالمعادله اكس كم تساوي 0، تمام. طب اذا ما تحقق لا شرط 2 ولا 3 معناته انت احسب لي اكس بي على اي وطلع لي القيمه، تمام يا صبايا؟ عرفنا كيف السي دي كود. السي دي كود شوفي كلام عادي بتقدر تكتبيه بلغتك، اوكي. بس خليني أشوف إذا في حدا عنده استفسارات. الصوت يا صبايا برجع بعيد، الصوت بيكون من أجهزتكم، أوكي، بس خليني أخذ نسخة من الحضور. طيب خلينا نرجع للسلايدات. الطريقة الثانية اللي هي الفلو تشارت، وكثير ناس، يعني أغلب الناس بيستخدموا طريقة الفلو تشارت. ليش؟ لأنها طريقة كثير سهلة وستاندرد كل العالم بيعرفها.
المشكلة باللغة إنه أنا بكتب بشكل، أنت بتكتبي بشكل، كل واحد له لغته الخاصة يعني أو تعابيره الخاصة، فممكن إذا أنا أجيت أشوف الكود تاعك ما أفهم عليه، أو إن الخوارزمية اللي أنت كاتبيتها ما أفهم عليك إيش بالضبط المقصود، لكن مثلا الفلو تشارت بتكون واضحة كثير. هلا رح تشوفوا معي كيف. طيب بالفلو تشارت يا صبايا في عندي انه انا بستخدم رموز عشان اعبر عن كل خطوة، اوكي، بستخدم عندي رموز عشان اعبر عن كل خطوة. فشو اللي بصير بالفلو تشارت؟ بصير في انه انا بعمل developing a document programs that contain condition statement because they can display various path called branch that program can take depending how conditional statement are executed. شو هذا الحكي كلياته؟ انه انا بستخدم الفلو تشارت عشان اطور البرنامج عندي، بستخدم الكونديشنال ستيتمنت برانشز اللي هي التفرع، تمام، يعني بيكون في عندي شرط بتفرع، اذا صح حيكون في عندي طريق اشتغل فيه، اذا كان الجواب غلط في عندي طريق ثاني. بمعنى اخر عشان تكون الامور واضحه، يمكن انتم اخذتوه عندكم بالثانويه هذا الموضوع، اللي هي احنا رح نصير نستخدم هاي الرموز. كيف يعني؟ إذا بالبداية هذا الرمز البيضوي بسموه إليبس، أوكي، بيضوي، هذا بيدل على الستارت والستوب، يعني البداية والنهاية. الريكتانجل، ريكتانجل إكسبريزيشن، وإحنا هون بنكتب المعادلات الرياضية بالخطوة هذه بالريكتانجل، هون المعادلات الرياضية. هلأ عشان الطباعة على الشاشة أو تقرأي قيم للقراءة أو الطباعة بنستخدم إيش؟ متوازي الأضلاع. شكل المعين هذا، اوكي، هذا ايش؟ تشيكينج، انا بشرط، يعني هذا معناته اف، بتسالي، بتحطي شرط، مثلا اي اكبر من 5، بتحطي الشروط اللي انت قاعده بتشيكي عليها هون، بتشيكي عليها. طبعا هاي الاسهم عشان اربط بين الاشكال، والدائره كمان عشان اربط، يعني هاي بس عشان الربط، لكن 7 و8 هاي ما رح يهمونا، يعني هدول للادفانس بروجرامر، فانا بهمني انه تحفظي أول 6 بس، أوكي؟ كيف يعني؟ خلينا نأخذ مثال. أول إشي مثلاً أنا بدي أكتب خطة عشان أقرأ أسماء طلاب، فشوفي كيف أنا بكتب بداية قراءة الاسم نهاية، هذا إيش؟ بالسيديكون، لكن كيف بالرسم؟ البداية بتكون بشكل بيضوي، الإدخال بيكون بشكل مستطيل، وبعدين إيش؟ نستوب. خلينا ناخذ مثال اوضح بالنسبه للرياضيات. كطلبت منك اكتبي algorithm for calculate area of circle، تحسبي مساحه ايش؟ الدائره. احنا عارفين انه مساحه الدائره ايش بتساوي؟ عباره عن r by في r تربيع، صح ولا لا؟ هاي مساحه الدائره، انه احنا بدنا نطبع او نعمل برنامج يحسب مساحه الدائره. طيب احنا انسي الرسمة الان، شوفي انت بالعادة ايش تعملي؟ بداية تقرأي قيمة الار، الار ايش هي؟ الراديوس اللي هي نصف القطر، اللي هي نون قاف نصف القطر، تمام. الباي انا بعرف قيمتها 3.14، كيف تحسبيها؟ باي ضرب ار ضرب ار، يعني عادي هي نفس ار تربيع، بعدين برنت ار، وبعدين اريا، وبعدين تطبعي الار والاريا، وبعدين ستوب. هذا ايش؟ بالطريقة الأولى، بالطريقة اللغوية اللي بيسموها السيدي كود. لكن بالرسم كيف؟ شوفي بتعملي ستار، ارسم، اقرأ، هاي معناتها تريد، تمام، اقرأ، هاي هون قاعد تقولي له احسب، يعني او اوجد لي قيمة الباي، هون ايش اعمل؟ اطبع، احسب، هون كمان احسب لانه مستطيل، اي اشي مستطيل يعني كالكوليت رح يحسب مساحة الاريا، المساحة الدائرة اللي هي هذا القانون. بعدين هون ايش؟ هون قاعد تحكي له اطبع، انا بدي اطبع. فانت بترسمي هاي الخطه قبل ما تفتحي برنامج الماتلاب، ليش؟ عشان انت ما تنسي ولا اشي من الخطوات، تمام. هاي هي فكرتها، واضح؟ تفضلي. ايوه، اللي هي نصف القطر، نعم، انت رح تعطيه قيمه، لانه احنا شو معرفنا شو القيمه. هلا ان شاء الله بنهايتها حورجيكم كيف انه انت تبني فانكشن من قيم اكس، يعني مجهوله، انه المستخدم هو اللي يدخل قيم. هلا رح نشوفها ان شاء الله، بس انه هلا خلينا نشوف الاساسيات ورح نكمل. طيب لو كانت عندي اف مثلا، انه بدي اشوف انا الفانكشن اكس
اف اكس اكس اكبر من 5 اكبر، يعني يعني الفانكشن بيعطيكي نفس القيمه اذا اكس اكبر من 0، وبيعطيكي سالب اكس اذا اقل من 0. اذا هاي ايش اذا بتتذكروها؟ هاي القيمه المطلقه صح، وكانه بمعنى اخر هاي اف الاكس تساوي هيك، اكس اذا كانت اكس اكبر من 0 وسالب اكس اذا اكس مالها اقل من 0، هون اكبر او تساوي صح. طيب كيف هذا بدنا نكتبها بالفلو شارت؟ بحكي له بدايه اقرا قيمه الاكس، شيك اذا الاكس اكبر من او تساوي 0، اذا يس الجواب حنمشي هاي الطريق، معناته انت حتيجي هون تمام. طيب اذا القيمه المدخله نو مش اكبر من الصفر، معناته بدك تضربها بالسالب. هاي كونكتر يعني بس توصيل، يعني بتقدروا تحذفوها بس عشان يرتبوا الحل. بعدين ايش؟ اطبع قيمه الاكس ووقف تمام. فانت بس بتعملي له رسم توضيحي انه كيف بدك تشتغلي. هاي الرسم بيكون على ورقه، يعني مبدئيا ترسمي على ورق. يعني احنا عندنا بالبرمجه لما نبرمج برامج، لا احنا بنستخدم برامج ترسم لنا هاي الاشياء، لكن انتوا هلا بمرحله كثير بسيطه مقدمه، فبتقدروا تستخدموا الورقه والقلم. طبعا كثير ناس بيجوا بيقارنوا بين الطريقتين، اكتب كلام ولا ارسم رسم الخطوات الحل. اصلا انتوا عندكم رياضيات صح؟ مش كان في عندكم تاخذوا مساله بتكتب المعطيات والمطلوب والحل صح ولا لا؟ فهاي الالجوريثم بتبيني فيها ايش المعطيات والمطلوب، اما بطريقه الكلام او بطريقه الرسم اوكي. فالفلو شارت هون برجع بعرف لك اياها بطريقه بسيطه، انه هي عباره عن ايش؟ جرافيكال. انت بترسمي اشي عشان تظبط، يعني عشان تبيني الخوارزميه تاعتك الالجوريثم. وبرجع بحكي لكم الالجوريثم او الخوارزميه اللي هي خطوات الحل، كيف بدي احل تمام. ففي عندي الفلو شارت كثير ناس بيحبوا يستخدموها، يعني 90% من الناس كانت بتستخدم الفلو شارت. ليش؟ بحكي لك انها هي كلاريفاي، واضحه، ايدنتيفاي الترناتيف بوسز ميثودز، يعني في طرق بديله اوكي، سيرفيس جايد فور بروجرامينج كود، يعني هي بتعطيكي ارشادات واضحه، وسهل انك انت تعملي توثيق لشغلك، يعني سهل ترجعي لاي خطوه تعرفي وين المشكله فيها اوكي. تعتبر الفلو شارت انه ايزي تو بوت ان بيبر، سهل تكتبيها على ورقه، سهل انك ترسمي، ريدبل اند مينينغفول. الحلو بالموضوع انه انت بتقدري تقرايها، يعني انا لو اعطيتك رسمه من الرسمه ممكن تعرفي انه هاي فيها اف او ما فيها اف، ايش المطلوب، يعني بسرعه راح تقدري تفهمي الكود او الخطوات الحل. لكن بالكتابه لا، انت محتاجه تقراي كل سطر. الاورجنايزيشن تعتبر الفلو شارت طريقه الرسم ايش؟ مرتبه، كل الافكار واضحه ومتبعه، وكمان طريقه التخطيط فيها كثير سهل. فهي مميزه الفلو شارت عن السي دي كود. واضح يا صبايا؟ خليني بس اوقف واشوف اذا في عندكم اسئله قبل ما ننتقل على اللي بعده. يا صبايا واضح؟ any question everything is okay. okay حدا يتفاعل معي اتاكد انه كل شيء واضح، يعني السؤال اوكي سامعيني كمان؟ طيب تمام ممتاز. طيب طبعا انتوا بتلاحظوا وهذا الاشي رح يصير معاكم كثير، انه انت لما بتيجي تشتغلي على البرنامج رح تحدث عندك ايش؟ اخطاء. بتحدث ايش عندك؟ اخطاء. فممكن انت تواجهي عندك 3 انواع من الاخطاء. الاخطاء احنا بالبرمج بنسميها bugs، الاخطاء اوكي. في عنا الاخطاء هي مش 2 هي 3 بالضبطوها عندكم، هي 3 categories. طيب اول الخطا اللي هو بسموه syntax error. ايش يعني syntax error؟ syntax error انه خطا مطبعي. هذا ايش يسموه؟ الخطا المطبعي. يعني انا غلطت بكلمه، انا غلطت مثلا ممكن انت فانكشن الساين تمام تروحي تكتبيه هيك من السرعه، كتبت الان قبل الاي وتحكي له هاي، طبعا الكمبيوتر ما بيفهم فراح يقول لك ايش هاي انا ماني فاهمه غلط تمام. مين الصحيحه؟ الصحيحه انك تكتب الساين اكس بهاي الطريقه، فانت خربطت باسم الامر اوكي. هذا بسموه سينتاكس ايرور اوكي، انه انا لخبطت او خربطت بايش؟ باسم الامر، كوماند نيم، كوماند نيم انكوركت، يعني عندي بالتهجئه بالسبيلنج تمام.
في عندي خطأ ثاني بسموه run time errors. هذا الخطأ وين بظهر معك؟ عند التنفيذ. هذا خطأ، هذا خطأ بيكون عند التنفيذ. كيف يعني عند التنفيذ؟ مثلا جيت أنا قلت له 5 تقسيم 0، طبعا هي قيمة غير معرفة فراح يعطيكي ايرور، أنا مش قادر أحسبها. تمام؟ فإيش أنا بحكي لك؟ بحكي لك أنت بتعطيه معادلات رياضية خطأ، أنت قاعدة بتعطيه معادلات رياضية خطأ يحسبها قيمها غير معرفة، زي أنك أنت قاعدة بتعملي إيش؟ قسمة على الصفر. أوكي؟ في عنا الخطأ الثالث وهو أصعب أنواع الأخطاء اللي بواجهها المبرمجين، بيسموها الأخطاء المنطقية. الأخطاء المنطقية، إيش هي الأخطاء المنطقية؟ Logic Error. Logic Error يعني أنا بتطلع لي قاعدة نتائج، هاي النتائج غير صحيحة أو غير متوقعة، يعني ما شاء الله الكود شغال، النتائج قاعدة بتظهر، بس مش هاي النتائج اللي أنا بدي إياها. بيكون مثلا أنت بدل إشارة أكبر حطيتي أصغر، بيكون بدل إشارة ناقص حطيتي زائد، فأنت أصلا الغلط منك، أنت دخلتي معادلة غير المطلوبة. فأنت قاعدة الكود شغال والنتائج شغالة، لكن إيش؟ النتائج مش أنت اللي بدك إياها. تمام؟ هاي هي الفكرة. واضحي يا صبايا أنواع الأخطاء؟ تمام. في عنا كمان إشي بالماتلاب بسموه البريسيدنس. أوكي. نوقف دقيقتين استراحة يا صبايا، إيش رايكو؟ طب هاي خليني بس أسجل لكم هاي، خليني